أظهرت تطورات الساعات الأخيرة في لبنان أن رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي قد أكمل الغطاء الدولي الإقليمي لترشيحه وفق صحيفة الشرق الأوسط، لكنه لا يزال ينتظر تذليل العقبات الداخلية لإعلان فوزه بمنصب الرئيس اللبناني وملء الشغور في موقع الرئاسة الأولى المستمر منذ 25 من أيار مايو 2014. وأمل أحد الوسطاء الذين يعملون على الملف أن تنجح المساعي الحالية في تأمين مستلزمات انتخاب فرنجية قبل 16 من الشهر الحالي، وهو الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة الجديدة للانتخاب بعد فشل عشرات الجلسات الأخرى التي دعا إليها بري منذ ما قبل الفراغ الرئاسي، مشيرا إلى مؤشرات إيجابية في هذا الملف. من بيروت سيد إلي محفوظ، عضو الأمانة العامة لقوى 14 من أذار، أهلا بك معنا سيد إلي. إلي، يمكن سؤال مليون دولار اليوم، حزب الله هل سيوافق؟ كيف ستكون هذه الشخصية فيما يتعلق بحزب الله؟ لا شك أستاذ سليمان الفرنجي ينتمي إلى فريق 8 من أذار، وهو قريب جدا من حزب الله. ويعني أنا أميل إلى التأكيد على أنه المرشح الحقيقي لحزب الله ولقوى 8 أذار منذ اليوم الأول ببداية معركة رئاسة الجمهورية كان الأستاذ سليمان الفرنجي، بالرغم من المواقف العلنية التي أعلنها حزب الله بأنه يدعم ترشيح العماد ميشيل عون. اللي حصل في الساعات الأخيرة الماضية هو نتيجة تطورات دولية وإقليمية. إيه بس هو كان دعم واضح لعون. نعم. الدعم كان واضحا وقويا لعون. ولكن نحن أمام يعني ملف رئاسة جمهورية خاضوا حزب الله بدهاء كبير وبذكاء كبير، دفع باتجاه ترويج لترشيح ميشيل عون، نال ميشيل عون رفض كبير من قبل عديد من الأطراف، حتى يعني يمكن القول بأنه دفع باتجاه حرق ورقة العماد ميشيل عون. طيب سيد إلي، اليوم برأيك على المرشح الحقيقي اللي هو أستاذ سليمان الفرنجي. طيب سيخرج هذا الملف إذن وأخيرا من عنق الزجاجة، يعني لا نتحدث طبعا اليوم على المعسكر العوني اللي كان له كتير كان في رفض من عدة أطراف، ولا عن القوات اللبنانية طبعا سمير جعجع. برأيك هذا الاختيار سيحل الأزمة وسيخرج الملف من عنق الزجاجة؟ لا، أنا خليني أقول بعكس كل التفاؤل الموجود اليوم في بيروت لناحية المتحمسين للمرشح فرنجية، لا يزال هناك ورقة أساسية هي ورقة الملعب المسيحي، ومن المكونات الثلاثة اللي هن حزب الكتائب، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. لا يزال الزعيمان الأساسيين دكتور جعجع والعماد ميشيل عون يحتفظان حتى اللحظة بهذه الورقة، ولا أحد يعلم مكنونات ما قد يعني يفرجان عنه خلال الساعات القادمة على مستوى هذا الملف. قد نصل إلى لحظة ما يصدر موقف، ما بقدر بصدر من هلأ شو ممكن يكون على هذا المستوى، ولكن يبقى هذين الرجلين يملكان مفتاح الحل. طب مما تتخوف سيد إلي؟ في أول شيء، بعد الرجلين لم يعني يعطيا الكلمة الفصل في هذا الموضوع. لا يمكن تخطي أكبر حزبين بالوسط المسيحي اللي هن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. إذا قرر الجنرال عون ودكتور سمير جعجع وقف هذا يعني ما يجري اليوم على الساحة، أنا تصوري وتقديري أنه قادر يوقف وصول سليمان الفرنجي إلى رئاسة الجمهورية. وبدي أذكر سنة 1988 تمكن الثنائي جعجع عون من منع وصول مخيل الظاهر ولاحقا سليمان الفرنجي الجد. نعم، أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من بيروت سيد إلي محفوظ، عضو الأمانة العامة لقوى 14 من أذار.